السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جولة أنا وصديقي وأخوي عمر الدليمي بمعارض السيارات، معارض فولكس واجن ومعارض دوج. خليكم ويانا، راح نشوفكم الأسعار والتفاصيل وتحياتي. السلام عليكم أصدقائي. طبعا بناء على طلب هواي من الأعضاء يريدون يشوفون السيارات وأسعارهن وشلون الطريقة اللي ممكن تشتري بيها سيارة بسعر مناسب. خلينا نشوفها هسه. مثلا عندنا هذه أودي، طبعا الموديل هنا السعر يقول لك 37,000 دولار. طبعا هاي السيارة زيرو مماشية، 37,000 دولار هاي اذا كانت بالاقساط، والسعر يختلف اذا تريد تدفع مثلا انت كاش. نجي مثلا احنا نروح على السيارات، دائما نبيهن اسعار على مود تتابعون السعر. طبعا هاي مثلها، هاي هم 37,000، 37,000 دولار، الموديل كله زيرو، هذا 2016 17. الله اللي يعلم، يعني سياره كارثيه يا عمي اخنق. هنا انا ب 77,000 تحكي هاي. ناطقه قبل هاي سياره ناطقه هاي باي ب 77,000. يعني شد رايتك خالي، خلينا نشوفكم شويه اسعار مناسبه وراح اشرح لكم شرح. مثلا هسه نجي ب 31، ليش تحكين؟ طبعا اخواني الكرام يمكن قاعد تشوفون الاسعار غاليه. اولا هاي السيارات تجي زيرو، اثنين هاي السيارات كلها ما ماشيه ولا بيها حادث ولا شيء. لكن نفس هسه شوف هسه مثل عندك هذا الفوكس واجن 31,000 دولار، 31,000 دولار هاي السياره ما ماشيه. طبعا هاي السياره من تمشي ينزل السعر تقريبا الى النص او اكثر من النص، واذا دعمت يعني تاخذها بثلث سعرها بأي دعمة تكون، بس تكون السيارة تتحول إلى تسقيط. من تتحول تسقيط تاخذوهن جوا سعرهن. خليك شوي عمر، خلي الكاميرا شوي على السيارات والأسعار لحد ما نلقى لنا سيارة ونشرح عليها أكثر شوي. هسه مثل هنا نشوف هسه هذا الأودي ب 51,000. طبعا خلطت فكرة صغيرة للي يتابعونه. طبعا هذا ب 62، هذا شوي اريد افرجكم عليه وشويه اخلي السكر يصعد الضغط. هذا 62,000. طبعا اي شخص اي لاجئ يطب الامريكا وعنده فتره عمل سنه مثلا وياخذ مرتب زين، يعني الراتب الطبيعي ياخذه، وعنده مصداقيه مثلا من ياخذ شيء اقساط من شخص يرجع اقساطه الشهري يدفعه بوقته. خوش حكي. تدرون هاي السياره ايش قد مقدمتها وتقدر تاخذها؟ هاي السيارة تطلع 40 ورقة إلى 50 ورقة مقدمتها تاخذها، وشهريتها تكون إلى 300 إلى 400 دولار بالقسط الشهري، أوكي؟ يعني شوف هاي السيارة إذا أنت بالعراق تريد تركب هاي السيارة، شوف شنو لازم تسويه على مود تركب هاي السيارة، لكن بأمريكا تقدر تركب هاي السيارة بمجرد عمل لمدة سنة أو 8 أشهر وتكون عندك مصداقية بدفع أقساطات السيارات. اقساط اي اقساط عندك حتى لو كان 20 الى 10 دولارات اي اقساط عندك، بس المهم تثبت اقساطك الشهري راح تكون تقدر تركبها. هاي سعرها واحد. هاي الكيه موديل 2008، طبعا اعتقد 7 راكب. نعم هاي الكيه 7 راكب. اقرا السعر مالتها 7900. هاي بالاقساط عن بالكاش يختلف السعر، لكن السياره منها انا تاخذها وتاخذ وياها ورنتي، يعني ما تدير لها بال. اوكي، هذا البافندر، هذا البافندر بالعراق يقرق. طبعا هاي ماشيه 60 مايل، 60,000، 60,000 مايل، وسعرها 12,000 دولار و500 ايضا بالاقساط، بس اذا بالكاش يختلف. عندك ثنا اسعارنا شويه مناسبه هنا، وراح ننطلق ان شاء الله هسه احنا المعارض دوج، وخليكم ويانا وراح نوافيكم كل ما هو جديد. تحياتنا. وصلنا وياكم للدوج تشارجر. طبعا هوايه اكيد من الاعضاء اللي موجودين ويانا بالصفحه وبالبيج وبالقناه يريدون تفاصيل على سياره الدوج تشارجر. الدوج تشارجر مثل ما تشوفون هذا موديل 2017 زيرو مايل، سعرها 29,995 دولار، يعني 3 شدات ضبط بالعراق، بالعراقي اللي هو 3 شدات. ما اقصد به انه الدوج تشارجر هاي طبعا اكو بيها فول مواصفات وبيها عادي وبيها وسط. هاي هسه اللي موجوده حاليا عندي اللي هي هاي تجي بدون فتحه، مو جلد، بس تدفئه، تبريد، ويل كاب.
طبعا مقفوله مقفوله من الدعاميه للدعاميه من الدعاميه بامبر تو بامبر. طبعا هاي اللوخ اللي هي موجوده بصفها حمراء هاي المقفوله 2017 30 ثلاث شدات و250 دولار. طبعا راح الفرق هذا اعتقد فرق اللون اللون دائم. نعم اللون 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 طبعا يكون شويه المغري واللي جذاب يكون سعره اكثر. صحيح كابتن عمر جذاب اهم شيء مثلا اي هم يعني نفس الشيء بس فرق اللون فلهذا السعر يكون اغلى بشويه. هاي ابو الخبزه هاي هسه مثلا اللي يشتغل تاكسي بالعراق. طبعا الشباب هذا موضوع شباب من الازاز دول الشباب الزواحف الشباب الزواحف يعني تقريبا هم ملتجين لهاي السيارات لانه هسه الزحف صاير بس مجرد هو ما يزحف هو اللي ركبها هو ينزحف بس مجرد عندك انه دوج تشارجر هاي تشالنجر برو تشالنجر انه انت مجرد عندك هاي السياره فهو الزحف هذا اوريدي صار هذا مرعب. هذا ايش قد سعره بالله عمر شوف الاسعار طبعا هاي ديتيلز لازم افتر منك واشوف لكم تفاصيلها. هذا الشكل اعتقد يختلف شويه. هاي موديل 2017 سعرها 3 شدات و20 ورقه تقريبا و30 ورقه 3 شدات و30 ورقه 2017 زيرو مايل تربو. هذا تربو غير عادي مو بوث عادي وش اسمه لا ماكو بوث برو هذا الفور ويل يصير ما غير اوتوماتيك هاي ما تفي شي درايته خالي هو الرياضي اذا مو غير عادي ما يش درايته. شوف الخلق طبعا هاي هنا وبالنسبه اللي سالني على الدوج تشارجر السبورت راح اروح للجهه الثانيه المقابله. اعتقد كنت شايف سيارتين او ثلاثه بس انا لانه هو وعدت انه راح اصور له السياره وبالتفاصيل كامله. طبعا قبل لا اروح للدوج السبورت مثل ما تشوفون الاتراك هنا عندنا موجود من 2015 الى طبعا 2017 وموجودات طبعا كلها براند نيو زيرو مايل. نعطيكم تفصيل بسيط عن التراك اللي موجود هنا وشلون سعره. هذا ابو الخبز الازرق هذا مال التاكسي هذا ياب على العلوه تحمل بيه طماطه. هذا التراك اللي هو الديتيلز ماله ما موجود لازم خليك على هاي الصفحه لان الشمس شويه هنا مال العلوه تشتغل بيه اخويا طماطه تحمل بيه حصل. هذا الاتراك الدوج طبعا سعره اربع شدات وعشر اوراق موديلها 2017 زيرو مايل. شد رايتك خالي عمر راح ناخذ صوره تصور الدوجات على هي الشغله ونفسها. وصلنا لنهايه الجوله اليوم وخلوا تعليقاتكم اسفل الفيديو اي موضوع تحبون انتم تعرفون عنه احنا بالخدمه واخوكم عمر الدليمي تحياتي لكم ولا تنسون اي سؤال اسفل الفيديو اشتراك بالقناه لايك واي استفسارات عندكم احنا راح نظل نتابع وياكم ونجاوبكم باقرب وقت تحياتي.